ومن الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض عليه أمر وهو يخطب قطع الخطبة. مثل ماذا؟ عند مسلم أمر سليك الغطفاني أن يقوم فيصلي ركعتين. في سنن أبي داود والنسائي لما تخطى ذلكم الرجل الناس قال اجلس فقد آذيت، وفي زيادة ابن ماجه فقد آنيت، يعني تأخرت المجيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه أبو رفاعة كما عند مسلم أتاه وهو يخطب، قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وأتي بكرسي قال أحسب قوائمه من حديد، فجلس فعلمني مما علمه الله، ثم قام إلى خطبته فأتمها. وفي السنن لما رأى الحسن والحسين يعثران في ثوب لهما نزل صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخذهما.